السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال ربي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والرحمة والوفاء والإيمان والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، جبريل يسأل والنبي يجيب، برنامج في العقيدة والتوحيد، أقدمه لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال فريد وجواب سديد، ولم لا، والسائل أمين وحي السماء والمجيب أمين أهل الأرض، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن قصد وعمد أبدأ كل لقاء بالحديث العمدة في هذا الباب الذي رواه البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة وغيرهم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكما اتفقنا سنقتصر على رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أتعمد ذكر الحديث بطوله في أول كل لقاء ليتيسر على إخواننا وأخواتنا، وليسهل على الجميع أن يحفظوا هذا الحديث النبوي الجامع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ومع ذلك أقول ويزعمون ألا قدر
وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تقع وتحدث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر: حدثني أبي، ولنا وقفة كاملة في حلقة كاملة بإذن الله مع هاتين الكلمتين حدثني أبي، لنبين منهجا تربويا أصيلا من المناهج المفتقدة الآن. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ، ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارات